صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها معكم، لكن مع بداية كل رحلة دائما أمنياتنا واحدة، بنتمنى هالنهار يحملكم الخير وراحة البال ورزق الكتير والانفراج يا رب لكل الناس. وعلى جديد يسعد صباحك. يسعد صباحك نور وصباح الخير لكل مين عم بيتابعنا ويحضرنا بمشوارنا الصباحي. مثل العادة رح يكون معنا مجموعة من الفعاليات وأيضا المواضيع الاختصاصية مع ضيوفنا يلي إن شاء الله تكون فيها فائدة لكم ضمن هاي الساعة ونص، ولكن بالبداية لازم نصبح عليكم بغنية من سوريا. سلمى، يمكن نحن بفصل الشتاء بتكثر عنا الامراض، نزلات البرد، بتحسي الناس اكثر بترشح بتقرب. صحيح، هذا بسبب يمكن فينا نقول نقص المناعه شوي، او يمكن نحن اجسامنا ما عاد عندها طاقه ومناعه مثل اهالينا قبل واجدادنا. صحيح نور، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه كمان مع البرد وفرق درجات الحراره بين برا بارد كثير وجوا دافي، فبتلاقي واحد يرشح بيعدي البيت كله والبيت. صحيح، بيعدي اللي جنبه وهكذا. وفي ناس كثير هلا ما عادت خفت، يمكن وقت كورونا كانت ناس عم تاخذ حذرها اكثر. صحيح، بتلبس كمامه، عم بخف انتقال الفيروسات حتى بالشارع. اما هلا الناس اخذت راحتها، فعم نرجع نشوف كورونا بشكل ثاني وقريب بشكل ثاني كمان. كثير قوي نزلات البرد، الرشح، القريب. اليوم بتقريرنا رح نتعرف كيف فينا نزيد مناعتنا شوي، نعزز المناعه، بتتابعوا سوا. يلجأ كثيرون لحماية أنفسهم من البرد بأكثر من طريقة، فمنهم من يحتمي بالأدوية ومنهم من يفضل الوصفات الطبيعية. مجموعة من الأمور البسيطة التي قد نجعلها عادة يومية، إلا أن مفعولها سحري للحماية من نزلات البرد. المياه المالحة من أفضل وأسرع الوصفات التي تقلل خطر الإصابة بالالتهابات الفيروسية بنسبة 34%، وهو محلول ملحي بخلط المياه بالملح والغرغرة لمدة 10 ثواني مرتين يومياً. شرب 2 لتر من الماء يومياً يرفع مناعة الجسم. الاهتمام بتناول الأطعمة المصنوعة في المنزل وتجنب الأطعمة الجاهزة، إضافة إلى النوم لساعات كافية، كلها أمور تساهم بتقوية المناعة والحد من أمراض الشتاء. الحفاظ على النشاط واللياقة البدنية عبر ممارسة بعض الأنشطة الخارجية أهمها المشي السريع. هي أمور بسيطة ما بدها جهد كبير ولا تكاليف عالية، لكن إذا صارت نمط حياة ممكن تمرق الشتوية بكل هدوء وبعيد عن المرض والتعب. سلمى، كنا عم نتابع يمكن في كثير امور فينا نعملها اليوم لنعزز مناعتنا ونقويها، مثل الرياضه والمشي والنوم. فينا نعمله كثير النوم والمي. المي اهم شيء، انا كنت بنساها خلال النهار، بتذكرها بالصيف شوي. صحيح، وهي كثير مشكله نور، يمكن اكثر من طبيب استضفناه وقال انه اغلب الناس بالشتويه بتنسى تشرب مي. صحيح، لحتى جسمها يحتاج، يعني انت لما بتحسي انك عطشانه بيكون جسمك اصلا صار محتاج لكميه من السوائل. مخزون اكيد، يعني بدك لتر ونص هي اقل شيء. بس نحن كنا بنحكي ورياضه، فينا رياضه النوم، بس مين قدران ينام؟ صعبه هلا، بس رياضه كثير بالشتاء فظيعه يعني. اما هلا نور رح نروح بعد ما شفنا بعض الفوائد لرفع المناعه، حنرجع سوا لرزنامه التاريخ ونقلب ونتعرف على اهم الاحداث اللي شكلت بتتاليها حكايه اليوم بالتقرير التالي. اليوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 8 كانون الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1949 تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفي عام 1958 صدور العدد الأول من مجلة العربي. بعام 1991 تأسيس اتحاد الدول المستقلة التي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.
وبهاليوم شهد ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1832 بيورن ستيرن بيورنسون، كاتب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1903. وأيضاً شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1885 أنطون سقال، شاعر وكاتب سوري. سلمى، اليوم رح ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم الديكور. واليوم لما نقول عالم الديكور بننقل شوي يعني مع التكاليف العالية، غلاء صحيح. المواد بشكل كتير كبير، بيقولوا لك بدي ديكور فخم وأنيق. لما نقول هاي الجملة دائما بتترافق بس بدها تكاليف عالية، في مبلغ مادي كبير بدك تحطيه، فدائما هون الواحد بيوقف شوي عند هاي الخطوة. مزبوط نور، يمكن بهذا الوضع اللي نحن فيه الكل صار يسأل هذا السؤال، أنا كيف فيني أعطي فخامة للبيت، كيف فيني زيد إضافات وأعمل شيء مميز ولكن بتكاليف قليلة. معادلة صعبة ولكن ممكن تكون سهلة ببعض الطرق المدروسة واللي رح تخبرنا عليها طبعا مهندسة الديكور ضيفتنا بالاستوديو نور عيسى. صباح الخير نور، يسعد أوقاتك. صباح الخير، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك ضيفتنا الجميلة نور. خلينا نحكي يعني بالمقدمة، حكينا نقطة كتير أساسية اليوم، ونحن عم نحكي عن فروق الأسعار وزيادة أسعار المواد أساسا زادت بالآونة الأخيرة 100%. فلما الواحد بده يحسب ألف حساب إذا كان بده يعمل تغيير ببيته أو خطوة بسيطة، ودائما نحن بنحب نحصل على بيت حلو، بيقول لك انا بدي بيت انيق، بيت جميل فخم. خلينا نحكي عن بعض العناصر بالبيت فينا نحن نعمل بعض الديكورات بس بنفس الوقت ما تكلفنا كثير. اكيد فينا نروح لهذا الخيار دائما. نحن مثلا انا دائما بنصح اذا كنا بدنا نعمل تغيير بقلب البيت بدون ما نتكلف كثير، ممكن نغير مثلا لون السجاده، ممكن نغير لون المخدات بالغرفه، ممكن نغير البرادي، يعني اقل تكلفه ممكنه نروح عليها. في عنا أنواع كتير بهدول الخيارات الصغيرة، في عنا أسعار متفرقة فيهم، يعني نحن دايماً بنقدر نلجأ لخيارات كتير فيهم. هي أول شغلة كتغيير ألوان بالفرش، بس مو الفرش الأساسي، الإكسسوارات تبع الفرش. حتى الإكسسوارات بقلب الغرفة، نحن تغيير بسيط بقلب الغرفة بالإكسسوارات، يعني إذا كنا حاطين فرضاً لنقول إكسسوار ذهبي قلبناه على مثلاً لون الكروم، كمان بيعمل تغيير بالغرفة. ممكن نضيف مراية بقلب الغرفة بتعمل، ممكن قطعة إنارة صغيرة بقلب الغرفة تعمل تغيير كبير. هلأ حتكون هي صح جزء بسيط بس كمان بتأثر على كل الغرفة والجو العام. طيب نور، خلينا نحكي اليوم شوي ألوان الفرش. يعني الناس بتعرفي واحد بيجيب بيكون السنة مثلا هو وقت اشترى مثلا طقم الصالون موضة هاي الألوان فجابها ولبقها. كل سيزون بيصير أو كل فصل بيصير فيه تغيير بالألوان وتغيير كيف أنا بقدر غير لون الفرش من دون ما غير الفرش كله وتكلف بتنجيده من أول وجديد؟ صحيح، نحن فعلا كل تقريبا 10 سنين، خلينا نقول مو كل سنة، هلأ كل سنة بتتغير الألوان بس كل 10 سنين عم بيتغير النمط العام لديكور البيت. لا أنا عم بحكي على الألوان، ما رح أحكي على النمط، هلأ أكيد ما فعلا بتغير التغيير العالم. عم بيكون كتير مكلف إذا كنا بنغير كديكور عام. هلأ التغيير الألوان كل سنة، أنا دائما بنصح إنه الأشخاص اللي عم تكسي بيتها حاليا أهم شيء تروح عليه اللي هو الفرش اللون الحيادي، لأن نحن هذا بضل مع العمر دائما، يعني من هون لخمسين سنة على القليلة بضل هذا الفرش لونه مناسب باللون الحيادي، يعني اللون خلينا نقول مثلا الرمادي الفاتح أو الرمادي الغامق البيجي، فينا ناخذ الدرجات منه. دائما نقدر نحرك بالإكسسوارات، يعني نحن المخدات نقدر نغير بألوانها بشكل ان احنا ما نتكلف كثير. هلا في عالم بتخاف من الفرش اللي لونه فاتح، بيقولوا انه ممكن يتوسخ يبين عليه الغبره، هدول قصص. نحن حسب نوع القماش اللي بنختاره، يعني نحن صار عندنا متوفر بالسوق حاليا باسعار كثير مناسبه انواع قماش ما بتتاثر بهدول المواد، مسحه خفيفه دغري، فيعني نحن عندنا كثير خيارات. فدائما نفضل لون حيادي ونغير بالاكسسوارات، يعني المخدات فينا نحن حسب الفصل حتى صرنا نغير نلبس وش المخدة بتناسب مع الفصل خلينا نقول أو العيد أو حسب شو موجود عنا، فبيعمل تغيير وبنفس الوقت ما بيكون مكلف أبدا. بس ذكرتي ألوان حيادية، يعني إذا خلينا نتوسع شوي بالألوان مثل شو قلتي الرمادي، ألوان حيادي الأبيض، في ناس بتروح لدرجات البني، هدول يعني بعض الألوان اللي ممكن تكون أساسية. أنا في يكون عندي أكثر خيار اليوم. صحيح، لأن احنا اذا بدنا نروح للفرش نختار الوان، اسهل طريقه لحتى ست البيت ما تضيع باختياره
تاخذ مثلا اذا اخترنا فرضا اللون الرمادي تختار افتح درجه منه وتاخذ من درجاته يعني نفس اللون تغمق وتفتح فيه. يعني ممكن مثلا الصوفة تبع البيت تكون مثلا لون الغامق، الكراسي اللي موجوده هي اللون الفاتح، او يكون الطقم كلياته عنده من لون واحد مشان ما تضيع وتحتار كيف بدها تختار اللون المخدات المتناسب او تلعب باللون بدرجات اللون بالاكسسوار المخدات صحيح بالقصص. يعني بالاكسسوارات بالمخدات نحن نفتح اللون هيك بتصير هي سهله عليها تختار الالوان المتناسقه مع بعضها. هي اذا كنا نختار كالوان، اذا كدرجه لون فينا نروح للابيض، فينا نروح للبيجي، فينا نروح للبني. هلا انا دائما بفضل بالفرش مبعد عن الفرش المعرق او فيه زخارف او ساده بتتغير كل فتره تماما لانه بتتغير الموضوع بنفس الوقت كترتون مزعجه للعين. يعني دائما القماش الساده بيكون مريح اكثر وبضل موضوعه دائما. شوف مثلا موف غامق، بوردو غامق، هدول الالوان بس تحسي جريئه، بس كمان انه تلعبي على لونيه واحده هون الاكسسوار بيلعب دور. انا اكيد ما بفضل لون غامق يكون بقطعه فرش اساسيه بالبيت يعني لانه دائما مثل ما حكينا الموضه بتتغير. يعني انا ممكن هالسنه احبه بعد فتره بتمل عيني منه، يعني انا ببطل يعجبني هذا اللون. فلا افضل اذا نحن حابين نروح لهدول الالوان تكون هي عباره عن مخدات، سجاده، ممكن يعني تاتشات صغيره بتعطي الجو اللي حابينه. طيب نور هلا شو رايك عم نشوف شيء دارج جديد اللي هو مثل قطعه السجاد بس هي بتنحط على الفرش انه لتعطي ديكور وبنفس الوقت انه تحمي. عم تيجي مثلا ثلاث قطع تنحط على الايدين للطقم وبالنص مثلا ممكن تغير اللون والديكور. او عم نشوف الطقوم الجديده اللي صارت تتلبس انه بتتلبس مختلفه، في اللي بيجي له زم، في اللي بيجي ساده على حسب، وفي الوان مختلفه. شو رايك ببعض هي الحيل؟ هلا هي الحيل كثير مناسبه خاصه للبيت اللي فيه اولاد، يعني اللي فيه ممكن الفرش يتوسخ فيه، فانا بروح عليها دائما وبتكون سهله الغسل، سهله انه الواحد يشيلها، بغير الوان قد ما بده. صحيح بتقدر انت تغيري فبتحسي بتغيير بقلب البيت. بنفس الوقت في عندي انا اشخاص بيحبوا يحطوا نفس لون الفرش ونفس القماشه كغطاء، بضلوا حابين يعني اذا هن مشتغلين الفرش جديد بضلوا شايفينه بنفس الروح وبيقدروا يغسلوه وينظفوه بسهوله. هلا هي حلول كثير منيحه، كثير اقتصاديه، بتغير اللون وسهله التنفيذ. ممكن مثل ما حكيتي نقدر نغير مثلا بطريقه التنجيد تبعها تكون الى زم، منهم بيكون ما بيحبوا الى زم، بتكون يعني ساده تماما. ممكن ندخل الزخارف اذا مثلا الشخص بيحب هذا الشيء او الالوان القويه، لانه بتقدري انت بكل سهوله تشيليه وترجعي للون الحيادي. بس دائما بنروح للبساطه بالاساسي بالفرش. بالفرش. طب خلينا نحكي اذا حدا قرر مثلا يعمل بعض التغييرات بالديكور بعيدا عن الفرش، يمكن زاويه بالبيت فيني انا اعدل فيها بالجبصين، بالدهان او بالاضاءه، كمان بنفس الوقت باقل التكاليف، وين بنروح؟ يعني مثلا مثل غرفه المعيشه انا قررت اعمل فيها اختلاف بسيط بعيدا عن الفرش، شو اللي بتنصحي فيه؟ يعني الناس بتحب تغير بس ما بتعرف بالذات شو بدها او انه الاسهل او انه يمكن اللي بكلف اقل. هلا نحن دائما عندنا بغرفه المعيشه بما انه عم نحكي عليها دائما انا بفضل يكون في عنا حيط مميز، يعني هو دائما غالبا بنروح عليه هو حيط التي في، فبتكون الحيط اللي عليه الشاشه ممكن نلبسه ورق جدران، حل تكلفته قليله، تغييره سهل مع الوقت. ما بفضل نروح للصبصين وهدول القصص لانه يعني ممكن تكون منكش شوي موضه قديمه بتحسيها صارت يعني ممكن تبطل موضتها. اما ورق الجدران بتقدري تغيريه على حسب الموضه اللي عم تصير، حسب اللون، حسب انت شو بتحبي بقلب بيتك. هذا اول حل. ثاني حل في كثير اشخاص بتحب تروح للخشب تعمل ديكورات خشبيه. انا مع الخشب بس ما تكون كميته كبيره بقلب الغرفه، لانه اول شيء اللون اذا كنا رايحين على الوان البني هو لون غامق، فانا ما بفضل كثير نكتر الكميه. وبنفس الشيء اي شيء بنكتر منه بصير مزعج مع الخشب. احيانا بنشوف الخشب قطع يعني نفسها بيعملوا قطع فنيه يعني بقلب الحيط ديكور بعيدا عن المساحه الكبيره الواسعه، وبتحسيها لمسه صحيح. فنيه جميله. يعني ممكن نحن نحط رف مثلا عليه اناره، نحط عليه شويه اكسسوارات بسيطه فوق التي في بيعطي الجماليه، ممكن بوكسات صغيره كمان بتعطي هي الديكورات حركه حلوه. المكتبات المتنقله يعني عم نشوف انه كثير صار موجود بالسوق، رف موجود انه انت بتقدر تجيبه وتحطه وين ما بدك باشكال متعدده، تعمل مكتبه اذا بدك بالحيط كله، واذا بدك ما تحط كمان. هلا خلينا نحكي شوي عن اللون الذهبي والفضي، صرنا عم نشوفهم كثير بدرجه كبيره ان كان بالفرش ان كان حتى بالطاولات اللي صارت تنحط اللي بتعطي ايحاء السيراميك مع لون ذهبي او فضي. كيف بتشوفي ادخال المعادن بشكل عام بالديكور، سلبي ايجابي او لا؟ هلا اكيد هو حلو وبيعطي روح للمكان، بيعطي تغيير، بس انا ما بفضل كمان يكون بكميه كبيره لانه هلا هو دارج حاليا.
بجوز بعد 5 سنين بطل موضة، خاصة إذا كنا حاطينها كطاولة وهي خلينا نقول قواعد الطاولة الذهبي أو لون ذهبي ما نومت مثلاً قوي، بيكون هو جزء يعني أول ما نفوت دغري بيضرب على العين تماماً. فأنا أفضل لا تكون هي إكسسوارات بسيطة. حتى أحياناً عندي بعض الأشخاص بيقولوا أنه فينا نحط ذهبي ومثلاً وفضي مع بعض، ايه كتير دارج هلأ، بس أنا بجوز بعد كمان كم سنة يكون ما نحلو بطل موضة تماماً. فأنا دائماً أفضل تكون هي إكسسوارات صغيرة، ممكن برواز صور، ممكن لمبادير، ممكن مراية عليها إطار، يعني تكون هي تغييرات بسيطة. أما الجزء الأساسي بالطاولة لا، أفضل يكون لون حيازي. كمان واحد من خيارات مثل ما حكيتي، إذا كنا بدنا نوفر بترس الطاولة ممكن نحط سيراميك بدل ما نحط ترس رخام، يعني هيك لا تقدرنا نلعب على التكاليف. هلا يمكن شيء بيشبه السيراميك بس هو مو سيراميك، يعني نوع معالج يمكن من البلاستيك او هيك شيء، تماما عم يعطي ايحاء السيراميك والفخامه بس هو خفيف حتى بالوزن. صحيح في هيك شيء عندنا بالسوق وصار متواجد، بس بيضل الجماليه تبع السيراميك اقرب للرخام، يعني السيراميك القطعة الموجودة عنا أقرب بجماليتها للرخام، وسعرها ممكن هي بالنهاية قطعة صغيرة سعرها كتير مقبول ومناسب للجميع تقريبا. ففينا نروح لهذا الخيار، بس ما أفضل الأشياء الذهبية تكون بكميات كتير كبيرة وقطعة أساسية بالغرفة. طيب نورة، كتير يمكن من البيوت القديمة أو بيوتنا دائما كان يكون عندنا زاوية هي زاوية المكتبة، يعني وقبل بتلاقي كيف الديكور بيختلف او الموديلات بتختلف وكيف بتتغير. قبل كنا نشوف مثلا اذا مو المكتبه من الحيط للحيط هي مو مكتبه، يعني قبل الخشب القديم. اليوم عم نشوف لا، كل ما هيك هي المكتبه عم تصغر وحسب التكلفه حتى. فالمكتبه مثلا بغرفه المعيشه او الرفوف هيك الصغيره قديش بتعطي جماليه ولمسه، والمساحه يعني بتلعب دور. اليوم ما عم نروح لنحو كميات كبيره او حجم جدا كبير، احيانا بتشوفي لمسه بسيطه بتقول يعني بتلاقي الموضوع اختلف او فرق على الحيط. صحيح مثل ما حكيتي، نحن المكتبه كل ما لها عم بتقلب البيوت بسبب المساحه. لانه نحن بالبيوت القديمه البيوت العربيه بتلاقي كانت المساحه كثير كبيره، يعني بتذكر ببيتنا عالية. صحيح ما كان فلهيك بنقدر كنا نروح لهذا الخيار. لهيك هلا حاليا عم نفضل الشغلات الاساسيه تكون هي موجوده بالغرفه على قصه المكتبه. لهيك نحن بنروح ممكن للرفوف، ممكن خاصه اذا حطينا يعني حتى حاليا الكتب، في كتب تزيينيه صارت صح مو بس انه ضروري كتب. بس انا بتنصحي بالرفوف، يعني بتحسي المكتبه القطعه واحده بالكبيره بطلت موضه، ما عاد مرغوبه مثل قبل. صحيح لسه موجوده بمساحات معينه، يعني لها مكانها الخاص لحتى تقدري تستخدميها، ما عادت متوفره حاليا هي المساحات. صحيح الكبيره. صحيح. لهيك نحن عم نروح للرفوف، حل عملي، حل اقتصادي، بيعطي جماليه. ممكن ندخل فيه اناره مثلا، ممكن الاناره تضرب على الكتاب تعطي جو كوزي بقلب الغرفه اذا حدا بحب يقرا مثلا، نعمله هيك كورنر خاص فيه. تكلفته كثير سهله لحتى الواحد يقدر يعملها، فلهيك بنروح لخيار الرفوف اكيد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن افكار ممكن نعملها اول ما ناخذ البيت، يعني غير التغييرات اللي ممكن نساويها مثل حكينا عليها ونحن قاعدين بقلب البيت، لا في تغييرات فينا نبلش فيها من قبل. بتعطينا طبعا ضمن تكلفه معقوله وبنفس الوقت بتعطينا هذا المظهر الفخم. في كثير ناس بتحب الكورنر بس بتخاف اذا عملت كورنر او زاويه انه تاكل من المساحه، خصوصا بالبيوت الصغيره، فشو بتنصحيهم؟ اهم شغله انا بنصح فيها نعرف المساحه اللي عندنا موجوده بالغرفه تماما، ناخذ قياسات قبل ما نشتري الفرش. كثير في اشخاص بينزلوا بيشتروا الفرش ولسه البيت بيكون مانو مكسي، يعني نحن بعد الاكساء المساحات بتصغر عنا حسب نوع البلاط، حسب الطينه قديش اخذت كميات، يعني كل هدول القصص. فانا بفضل دائما بعد ما نخلص هالمرحله ننتقل للفرش، نبعد بالفرش عن الفرش الضخم. يعني احنا عندنا قياسات ستاندر بقلب الفرش بنشتغل عليها، بس بنفس الوقت في عندك فرش ضخم، في فرش بتلاقيه هيك ناعم بسيط. دائما بنفضل نبعد عن الفرش اللي قياساته كبيره لانه بياخذ مساحه اكبر، على حسب كمان اكيد حجم الغرفه. نبعد عن كثره الديكورات، يعني احنا كل ما كثرنا الشغله كل ما صارت مزعجه للعين. حركه بسيطه بقلب الغرفه بتعمل تغيير وبتعطي جماليه بنفس الوقت ما مكلفه. نعمل حيط واحد بس فيه هيك جماليه، قلت انا اذا كانت غرفه معيشه ممكن حيط التي في، غرفه مثلا النوم ممكن الحيط اللي ورا التخت. حتى بفتره معينه بالسنوات السابقه
درجة موضة الحجر، صارت كثير عالم تركب حجر بقلب بيتها كديكورات، أنا ما بفضله لأنه أول شيء هو الحجر هو شيء قاسي على الحيط. صحيح. وبتبطل موضة، يعني خلينا نروح للديكورات السهلة التغيير وبنفس الوقت تكاليفها قليلة وبسيطة. ويمكن هيك عم تمرقي خلال حديثك هيك عم نتذكر أنه كيف فعلياً اختلف الديكور، كيف اختلفت مساحات البيوت، حتى الفرش. يعني لما نقول نحن نبعد عن الفرش مثلاً الصوفايات الضخمة، قبل تحسي كان في ضخامة كتير كبيرة والعدد أكبر، اليوم لا، بتشوفي الطقم اختلف، صار مثلاً قطعتين مع صوفاية ثلاثة، قبل كنا نشوف مثلاً ثلاثة باثنين بأربعة، كان في مساحات. هون كمان نقطة مهمة قلتي إنه لازم الواحد ما يشتري مثلاً أو يفرش بيته قبل ما يعرف المساحة لحتى يعرف كيف بده يشتغل، هاي نقطة كتير مهمة يمكن الكل بيوقع فيها اليوم. أي حدا حابب هيك يسكن جديد أو يبدل بيته أو يتزوج جديد ما كتير بينتبه على هذا التفصيل. صحيح، يعني نحن بالسنوات السابقة مثل ما حكيتي كانت الفرش عنا ضخم، كان يدخلوا له الخشب، هلا لا، العالم عم تروح للبساطة أكثر، الفرش الناعم، بجوز بعد كم سنة ما نعرف بجوز ترجع الموضة القديمة. فدائما ناخذ حل بسيط يتناسب مع كل السنوات اللي عم تتغير فيها هي الموضة. مثلا الفترات الماضية كانت الخشب والحجر كثير دارج. صحيح. بالحيطان، هلا لا بالعكس عم يروحوا للبساطة قد ما فيهم مع ورق جدران. فأهم شيء نحن نتبع شيء يكون مناسب لكل، يعني أي تغيير بصير نقدر نغير بتكاليف قليلة. والإنارة دائما نختار إنارة بالأسوف تكون بسيطة تتناسب مع كل المراحل، كثرة الإنارة كمان بتصير مزعجة وتعمل تشويه الديكورة. طيب قبل ما نختم نور، اليوم في كثير ناس بتدخل على بيت هي مستأجرته أو الأغلبية العظمى خلينا نقول، فإمكانية التغيير شوي صعبة ضمن البيت، وخصوصا بالاساسيات، انه مثلا يكسي الجدران شيء بعدين يكون صاحب البيت ما بده هذا الشيء، حتى ورق الجدران احيانا بيكون صعب عليه يعمله، او يمكن الدهان فقط اللي بيقدروا يعملوا. طب شو الافكار البسيطه هيك سريعا ممكن يعملها حدا داخل على بيت بده يحسن منه، بس هو طبعا ما بيقدر يمتلك التغيير الجذري فيه؟ دائما بنصح للشغلات المتحركه اللي نقدر نحن ناخذها، اذا كان هو البيت فرضا لنقول الفرش للمستأجر مثلا، دائما بنصح انه يشتغل على الشغلات اللي هي ملكه، يعني نحن لا نشتغل على الحيطان، لا نشتغل على الاسقف، الارضيات، نبعد عن هدول القصص اصلا. مثل ما حكيتي بجوز صاحب البيت ما يرضى بهذا الشيء، لا بالعكس، نحن فينا بس اذا كانت غرفه بيضاء خلينا نقول ما فيها ولا اي ديكور، مجرد ان احنا نحط فرش حلو متناسب مع مساحه الغرفه، نلعب بالمخدات تبعيته، بالسجاده، بالطاوله، ممكن الاكسسوارات اللي بقلب الغرفه، نحط كم رف هيك خشبي صغير، ممكن الرفوف اذا كان في امكانيه انه نروح لهدول الحلول التثبيت بقلب الحيطان. كل هدول الشغلات البسيطه بتعمل تغيير كثير كبير، وبنفس الوقت هي ملكنا يعني، وتكلفتها كثير قليله مقارنه اذا كنا نشتغل. بنقدر نغير بالجو بالستايل على حسب نحن شو بنحب وبتكلفه قليله. بالختام اكيد مهندسه الديكور نور عيسى كنا سعيدين بوجودك اليوم، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا. ما هلا نور صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنطلع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي لور خضور. صباح الخير لور. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك نور. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الإرهابيين يشعرون بالأمان في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في سوريا، داعيا الأكراد في سوريا إلى عدم الإنصات للغرب وأن يجدوا الحلول مع الدولة السورية. في كلمته أمام منتدى قراءات بريماكوف، لفت لافروف إلى أن المنطق الإنكلوسكوسوني يحاول إقناع قسد بمشروع انفصالي، ويقولون لهم نحن ندعمكم فافعلوا ما شئتم. اعتبر لافروف أنه يجب توطيد العلاقات بين سوريا وتركيا وتأمين الحدود وإعادتها كما كانت، مشيرا في الوقت ذاته إلى تركيا حتى اليوم لا تعترف بأخطائها التي ارتكبتها في سوريا.
اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر الأربعاء، وأفاد شهود عيان بأن ذوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة، فيما قامت قوات الاحتلال بمحاصرة أحد المنازل في حارة الياسمينة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم. قرر بعض الدول الغربية بفرض قيود على أسعار النفط الروسي والمسائل المرتبطة بالتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان نقله موقع روسيا اليوم أنه تم التأكيد خلال الاتصال على التعاون الفعال بين موسكو وأبو ظبي في إطار مجموعة أوبيك بلس بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقال البيان أنه تمت الإشارة إلى العمل المشترك الفعال في إطار أوبيك بلس لضمان استقرار سوق النفط العالمية، وتم التعبير عن الرضا للتنفيذ المستمر للقرارات المتفق عليها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاق المجموعة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كونشينكوف تدمير أكثر من 70 صاروخاً من طراز هيرماس ومنصتي إطلاق جراء ضربة عالية الدقة نفذتها القوات الروسية على مستودع في مصنع للمعادن بمدينة غريفوي روغ. قال كونشينكوف في الإفادة الصحفية اليوم حول تطورات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لمعلومات مؤكدة تم نتيجة تنفيذ ضربة بأسلحة عالية الدقة على مستودع الصواريخ والمدفعية في إحدى الورش تدمير أكثر من 70 صاروخا من طراز هيرماس ومنصتي إطلاق من طراز MLRS، كما ألحقت أضرار جسيمة بأربع منصات أخرى من هذا النوع. أصدر الادعاء العام الألماني أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة مواطني الرايخ. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسرو في تصريح صحفي أن نحو 3000 فردا من السلطات يتبعون لوكالة المخابرات الألمانية شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية، ويواجه المتهمون تهمة التخطيط لشن هجوم على البرلمان والإعداد لإسقاط الدولة. ختام الموجز، عودة إليك سلمى. شكرا لك لور، ويسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا عن جديد بمحطاتنا الصباحية، وهلا وصلنا لمحطتنا الطبية. أكيد سلمى، اليوم بمحطتنا الطبية رح نحكي عن موضوع كتير مهم. بنعرف إنه الغدد الليمفاوية بتلعب دور كتير كبير بتوازن السوائل بالجسم، لكن ممكن أن تصاب الجسم بسرطان الغدد الليمفاوي. يعني أحكي أكثر عن هيدا المرض، أعراضه، أسبابه. معنا الدكتور حسن عبد القادر، حسن اختصاصي في علاج الأورام ومدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والصبايا، صباح الخير لمشاهدينا، الله يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نعرف الناس أكثر شو هو سرطان الغدد الليمفاوية وكيف بيتم تشخيصه بالبداية؟ تماماً، مثل ما حكيته بالبداية أن الغدد الليمفاوية هي شيء أساسي في الجسم وتقوم مقام الدفاع الأول عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا. الغدد الليمفاوية متوزعة بأماكن مهمة مثل العنق، الأبطين، وحتى البطن، وأيضاً منطقة المغبنين. سرطان الغدد الليمفاوية هو مثل أي سرطان عبارة عن خلل في عامل جيني وانقسامي يؤدي إلى ضخامة هذه العقد. يمكن بداية تشخيصه بأنه نحن بنشوف عقدة من هالعقد اتضخمت إما بالعنق أو بالإبطين أو حتى بالمغبنين، وهذه الضخامة لها صفات معينة، أقطار معينة قد تكون غير مؤلمة ولكن تترافق مع بعض الأعراض التي يمكن أن تدل أنها سرطان غدد ليمفاوية. طيب خلينا نحكي عن هي الأعراض. يعني
نحن دائما بنحكي معك ومع كل الدكاتره انه نحن نوعا ما بنحمل كل الناس بنحمل انفسنا الام زياده، يعني ما بنروح على الطبيب او بنكابر بشكل كثير كبير، فبتقول لا انه وجع ما مقبول ما كثير متضايق منه، اخر خيار هو استشاره الطبيب او الذهاب للطبيب. طب خلينا نحكي عن هي الاعراض اللي ممكن الواحد ينتبه لها، لانه احنا بنعرف قديش اكتشاف السرطان ببدايته بيلعب دور كثير بعمليه الشفاء والعلاج. طبعا ليس كل عرض هو عرض سرطاني، ولكن هناك اعراض احيانا مؤشر. تكون صارخه ومؤشرات واضحه. فيما يتعلق بسرطان الغدد الليمفاويه يجب ان يكون مترافق مثل ما قلنا مع ضخامه عقديه غير مفسره وواضحه، لا تتراجع على الادويه الانتانيه البسيطه او مضادات الالتهاب، مترافقه مع اعراض صارخه مثل التعرق الليلي الغزير، نقص الوزن غير المفسر، الم في العقد احيانا ايضا لا يخف على المسكنات، او الم في مكان ضخامه العقد، فاذا كانت العقد مثلا جاي في المنصف او من ناحيه الرئه قد تكون مترافقه باعراض مثل نقص التنفس او السعال الجاف غير المفسر الذي لا يخف على مضادات السعال او البخاخات او اي شيء اخر. اذا كانت مثلا جاي بالبطن، الم في البطن، مضض في البطن لا يخف على مضادات التشنج. هاي الاعراض طبعا تستدعي مثل ما قلتي انه نراجع طبيبنا، واللي هو بدوره لازم يعمل لي بعد الاجراءات والاستقصاءات اللي بتفرجيني مثل الايكو او الطبق المحوري او الصور الحديثه اللي بدنا نحكي عنها في سياق برنامجنا اليوم، انه شو هو الشيء اللي بيساعدني بتشخيص سرطان الغدد الليمفاويه. ليست الاعراض فقط مشخصه، وليست الضخامه العقديه فقط مشخصه، هذا الشيء غير كافي. شو هو؟ انا بحاجه الى خزعه. لا يمكن تشخيص سرطان الغدد الليمفاويه الا من خلال خزعة من هذه العقدة المتضخمة أو بعض التحاليل الدموية. بس هي الخزعة تأتي بعد هدول المؤشرات، يعني طبعا أكيد أنا ما راح أعمل خزعة إلا إذا كانت عندي هاي المؤشرات مليون بالمئة، ولكن لا يشخص سرطان الغدد الليمفاوية إلا بإجراء خزعة تحدد ما هو النوع النسيجي لهذا السرطان. طيب دكتور، يعني حكيت وذكرت أنه معروف أنه الغدد الليمفاوية هي من الخط الدفاعي الأول عن الجسم. عادة إذا واحد بيلتهبوا لوزاته بيوجعوا ممكن هون ممكن هاي المنطقة، بيقول إنه في بيحس بإيده بهون بيوجع. مزبوط. مثلا أنا من أشخاص بيطلع لي قلع، إذا طلع لي قلع بتمي بتلتهب. صحيح. عندي الغدة لأنه ردات الليمفاوية. فعل الجسم تماما من الغدة الليمفاوية أول شيء بيصير مليون بالمئة. فكيف ممكن يعرف إنه هي بداية مشكلة أخرى وليس هو ناتج هذا طبعًا الألم؟ طبعا إذا كانت الضخامة مرتبطة بحدثية مثل ما قلتي الالتهاب، واحد التهب لوزات والتهب ضرسه صار عنده قريب حاد، رشح حاد، انتان معوي، اتضخمت بعد العقد الليمفاوي، هذا الشيء طبيعي ان نشوفه، لا يدعو الى القلق، ولكن الذي يدعو الى القلق اذا استمرت هذه الضخامه بعد الشفاء من الاصابه الانتانيه او الفيروسيه لمده مثلا والله 20 يوم او شهر او شهرين، وانا عم باخذ دواء التهاب وطبت من القريب والرشح وما زالت الضخامه موجوده. هون ساعتها بدي لازم ابحث السبب. مرحله ثانيه. طيب مليون بالمئة. خلينا نقول الناس كثير بتخاف من قصه الصور او الاشعه، وخصوصا اذا شكت انه هي في كتله او في شيء، هل انا هذا اول خيار عندي ولا في تحاليل دم معينه بعملها، في فحص سريري مثلا اخضع فيه مع الطبيب بعدين؟ صحيح. هو بيقرر اذا بدي اعمل خزعه وبدي اعمل تصوير اشعه. طبعا هناك صفات ومراحل لازم نمشي فيها. من اهمها اكيد انه انا هاي الضخامه العقديه مو بس جسيتها بايدي، جسها الطبيب، لانه لها صفات بالضخامه، هل هي قاسيه مرنه متحركه تحت الجلد غير متحركه، مؤلمه بالجس ولا لا، وايضا الصور البسيطه اللي ممكن تساعدني مثل صوره الايكو. الايكو هو ليس تعرض شعاعي ويمكن اجراءه قد ما بدنا ولا يعطي اي الم او اي اثار جانبيه، وبعض التحاليل الدمويه البسيطه مثل تحليل الدم اللي هو السي بي سي اللي بفرجيني الكريات البيض والكريات الحمر والصفيحات، واحيانا الدي اتش، هذول اللي بيفرجوني اذا في عندي ارتكاس انتاني ولا ارتكاس لا سمح الله يكون ورمي، بس غير مشخصه. برجع وبقول ان التشخيص حصرا بالخزعه، لا يمكن تشخيص سرطان الغدد الليمفاوي الا باجراء خزعه من هذه العقده، او اذا كان ممكن انه خدعه. احيانا بيعملوا شيء زملائنا الجراحين اسمه استئصال العقده لتشريحها مرضيا بهذا الشكل. طيب خلينا دكتور نحكي، هل هناك انواع لسرطان الغدد الليمفاويه ولا طبعا بيختلف حسب نوع درجات الخطوره؟ 100% طبعا الانواع الاكثر شيوعا اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي الهوتشكن والنون هوتشكن، اللا هوتشكن. هذول النوعين هن الاكثر شيوعا في سرطان الغدد الليمفاويه. طبعا هناك اصابات للغدد الليمفاويه ممكن تكون من انواع اخرى، حتى ساركومات ممكن نشوف ان ممكن تكون موجوده
في سرطان الغدد الليمفاوية. الليمفوما بالعموم تجي من أصناف السولد تيومر أو الأورام الصلبي أكثر من أنه هي أورام دموية، مع العلم أنه هي بتصيب الخلايا اللي هي الكريات البيض وخصوصا الخلايا البائية والتائية اللي هن خط الدفاع الأول عن الجسم ضد الفيروسات أو تركيب الأضداد اللي لازمي لتعلم الجسم كيف يدافع عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات. طبعا هدول النوعين هن الأساسيين، ولكن اللي بدي أقوله أنا أنه صحيح اسمه سرطان الغدد الليمفاوية، ولكن نتيجة تقدم العلم الحمد لله أصبح من أسهل السرطانات التي يمكن السيطرة عليها، ونسب الشفاء تصل فيها إلى فوق 80% وخصوصا الهوتشكين الليمفوما. طبعا هذا الموضوع لانه قدرنا نعرف العلاجات النوعيه اللي بتسيطر على هذا السرطان واللي بتقدر تصبطه واللي بتقدر ترجع المراحل مهما كانت متقدمه الى المرحله الاولى، ومن ثم الشفاء بالشفاء الكامل، الوصول الى الشفاء الكامل. المراحل السريريه طبعا تعتمد على حجم العقد المصابي، عددها، وين موجوده، بالعنق، بالابطين، بالبطن، باسفل البطن، هل هناك إصابة نقوية ولا لا؟ هل هذه الضخامات مترافقة مع أعراض شديدة مثل الترفع الحراري ونقص الوزن والتعب والوهن الشديد ولا لا؟ هي بس ضخامة عقدية؟ كل هذه الأمور ترتبط في تحديد المرحلة النسيجية والمرحلة السريرية. بهمنا كثير طبعاً أنه نقولكم أنه تطور علاجة أيضاً، ودخل خط العلاج المناعي على هذا السرطان، مو بس الكيميائي الكلاسيكي، مع العلم أنه هذه الأورام بمعظمها شافية بخطوط العلاج الكيميائي الكلاسيكي، ولكن نتيجة تقدم العلم عم نشوف علاجات مناعية حديثة عم تقدر تدخل على الخط وشوي شوي عم تلغي دور العلاج الكيميائي. طيب نحن سابقا حكينا بأحد الحلقات عن العلاج المناعي، صحيح، وقلنا أنه مو كل أنواع السرطان تستجيب على هذا العلاج بالمئة. وفي دراسات لسه ما زال على هذا الموضوع، شيء مبشر أنه هذا النوع من السرطانات تمام يستجيب عليها. خلينا نحكي عن رحلة العلاج، سواء كنا عم نستهدف المريض عن طريق العلاج المناعي أو إذا كان عن طريق العلاج الكلاسيكي. مليون بالمئة. بداية مثل ما قلنا نحن شخصنا المريض، عملنا خزعة، عرفنا هو هوتشكين ولا لا هوتشكين، وعملنا الصور الأساسية. مهم جدا أنه أحكي عن صورة البت سكان هون. صورة البت سكان أصبحت استطباب دقيق في بداية العلاج وفي نهايته، لأنه صارت هي تقيم لي مدى الاستفادة والمؤشر أنه هذا استفادة تامة ولا استفادة جزئية. بلشنا بالعلاج، العلاج الكلاسيكي اللي هو العلاج الكيميائي. المريض عم ياخذ جرعة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الكورس اللي حط له الطبيب، ثم يعاد التقييم. إذا كانت الاستجابة تامة تفضل الحمد لله على سلامة يروح على بيتك. الاستجابة جزئية ممكن نكمل إما علاج شعاعي في مسكن العقد الموجودة المتبقية، أو نكمل كم جرعة كيميائية على حسب الحالة. لا سمح الله إذا ما كان في استجابة أبدا يجب تغيير الخط العلاجي مرة أولى ومرة ثانية، ومن ثم قد نصل إلى زراعة النقي التي أيضا لها دور شفائي في الحالات المتقدمة وخصوصا عند الشباب. طبعا سرطان الغدد الليمفاوية الأكثر شيوعا عند الشباب بين سن 15 إلى 40، هاي القصة لذلك كثير مهم أنه ننتبه لها. أطفال الصغار ما بصيبهم، الأكبار كثير بالعمر ما بصيبهم. ممكن اللا هوتشكين أو النون هوتشكين يكون أكثر شيوعا بالكبار، بس الهوتشكين الليمفوما سرطان الغدد الليمفاوية الشائع أكثر انتشارا بين الشباب. ليش الذكور أكثر يعني أكثر سن النشاط، سن النشاط، الفيروسات عم تيجي جديد، الجسم عم يتعلم كيف يدافع عن نفسه. سن المراهقة كمان تغطر مليون بالمئة، يعني اختلاط هرمونات كثير إلى قصص. طبعا نحن السبب الرئيسي اللي عم يصير لهذا الموضوع وأنه ليش نحن عم يكون في عنا سرطان غدد الليمفاوية نحن لحد الآن ما بنعرف صراحة. هذا الشيء يجب دراسته بالعوامل الجينية، العوامل التعرضية، هل هناك إصابة بفيروسات سابقة مثل إبشتاين بار أو نقص المناعة المكتسب، أو عندي مشاكل أدت إلى تشكل الليمفوما أو سرطان الغدد الليمفاوي. ولكن كعلم ما بنعرف ليش هذا الإنسان صابه دونا عن غيره. لحد بس الوراثة تلعب دور، ممكن يكون لحد الآن الوراثة هي عامل بسيط بس ليست مؤكدة أيضا للإصابة. هي أحد العوامل الريسك فاكتور، حكينا المرة الماضية أنه كثير العوامل الخطورة موجودة بس ليس بالضرورة أن تكون موجودة عند كل الأشخاص. صحيح. وقلنا أنه بشكل عام كل أنواع السرطان أغلبها بالعموم كتير صعب حتى الآن تقصي سبب الإصابة لحد الآن فيها، إلا سرطان يمكن الثدي أو غيره من السرطانات. ممكن اللي ممكن نوع من أنواع سرطان الثدي اللي هو الوراثي، نوع من سرطانات الرئة لأنه هذا المريض عم يشتغل بهذا المكان فمتعرض له المادة السامة فصار معه. أما باقي السرطانات لحد الآن لا رغم تطور العلم للأسف معرفة السبب الحقيقي اللي تكون عند هذا الشخص دونا عن غيره. وهون بدي أسألك دكتور، بلش العالم بالعموم يدخل بشيء اسمه الخريطة، خريطة الإنسان، الخريطة الجينية، الخريطة الوراثية، مليون بالمئة، وكل شيء تفاصيل ممكن تخلينا نقول تجنب
كثير من الاشخاص دقيق. الاصابه ببعض الامراض صراحه كمان موضوع تجنب اصابته هذا الشيء صعب، ولكن نحن يا ترى اذا عملنا جينيتك ماب لطفل مولود جديد وعرفنا انه هذا الطفل بعمر الستين او السبعين ممكن يصير معه سرطان رئه، بده يصير من حياته يبعد عن التدخين ويمشي حياة طبيعية صحية، بأخر هالإصابة ممكن ايه ممكن لا. انتبهي ممكن ايه وممكن لا. طب بس نحن عم نعزله عن العوامل المحفزة. المؤهبة بس هل يا ترى هذه العوامل المؤهبة هي سبب تحدث السرطان؟ هي الوحيدة؟ لا ما أنا هي الوحيدة. يعني لذلك الموضوع ما زال صعب، ما زال قيد البحث العلمي. يعني بس في أمراض أخرى ممكن ممكن كثير فيها. طبعاً يعني. طبعاً طبعاً ممكن يصير معه مشاكل مثلاً سي أو دي أو رأب أو ربو يعمل له سرطان الرئة بالمستقبل. هذا المحفز أو العامل لا تستطيعين منعه لا بإيقاف التدخين ولا بانتظام حياة معينة. هناك عامل جيني موجود في الجسم سوف يؤدي في انقساماته بالمستقبل لتكون هذا السرطان أو معرض معين. قد لا تستطيعين أن تقي منه أنه ما يصير خلاص، يعني هاي الحدثية مؤكدة عندك أنه بدها تصير، ولكن يمكن أنه أنت تكون جاهزتي لأكثر. أنا هيك بقول. طيب نأمل من الله أن تكون الأمور يا رب يا رب نتمنى الشفاء للجميع والصحة والسلامة أكيد للكل. يمكن إحنا عم نسأل جميع الاستفسارات، وللأسف مثل ما قلت السرطان هو من الأمراض رغم تطور العلم ما عم نعرف السبب الرئيسي، وعم نشوف أرقام متزايدة. نعم للأسف. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نكون هيك أدينا نصيحة ووصلنا معلومة حلوة لكم وللشاهد المشاهد. أكيد بدنا نشكرك دكتور. شكرا جدا لك. شكرا كثير لكم. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية ونبقى بدمشق. أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع مؤسسة الأولمبيات السورية الخاص الحملة الوطنية لا للتنمر، وذلك تزامنا مع يوم المعاق العالمي، والتفاصيل بتقرير زميلتنا لوجين سليمان. تحت شعار لا للتنمر أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري الحملة الوطنية بمناسبة يوم المعاق العالمي في مدرسة الشهيد نبيل غسان نقرور في دمشق. موضوع الدمج هو من المواضيع المميزة للنظام التربوي السوري، وبالتأكيد التعاون مع إدارة الأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة له أهمية كبيرة، لأنه هم مختصين بتطوير كفاءات العاملين في مجال الدمج. نحن حبينا أنه نشارك معهم في هذه الفعالية لنثبت أنه مدارسنا قادرة على الدراج الدمج ضمن مشروعاتها وتطويره بشكل أنه يخدم كل المعاقين أو كل ذوي الإعاقة الموجودين في سوريا. هلأ اليوم عاملين هن نشاطين هامين، النشاط الأول هو يتعلق مباشرة بذوي الإعاقة، والنشاط الثاني يتعلق بالأطفال الموجودين بالمدرسة لمعرفة مدى تجاوبهم مع ذوي الإعاقة، وخصوصي تخفيف حالات التنمر، إقناع الأهل بأنه لا يجوز أنه يتربى الطفل على حالات تنمر، يكون في دمج أكبر. وخصوصي نحن اليوم تجربتنا صارت لها سنوات وتشمل عدد كبير من المدارس، قد يتجاوز 200-300 مدرسة على مستوى القطر. الحملة تهدف للحد من ظاهرة التنمر بين الأطفال والتصدي للتنمر بالمعالجة الفكرية والثقافية. الحملة هي ضد التنمر. نحن بنعرف دائما في عنا الأطفال ذوي احتياجات خاصة، أطفال أحيانا بيحملوا مجموعة قدرات قد تكون أقل من زملائهم، قد ينعكس سلبا أحيانا على التعاطي مع هذا الطالب. طبعا دائما نحن بنسعى أن يكون في عنا حالة دامجة ما بين الطلاب ذوي الهمم ذوي القدرات المحدودة. مو دائما كلياتنا ذوي احتياجات، كل إنسان أحيانا قد ينقصه شيء، فنحن لما بنوصل لفكرة أنه دائما احنا بنكمل الاخر والاخر هو بيكملني، نصل الى الحاله الايجابيه والمثاليه للتعامل مع الاطفال. اصنع الفرق وانبذ الاساءه هي الرساله التي حملها ذوي الهمم بمشاركتهم، فهم اثبتوا انهم بقدراتهم وانجازاتهم قادرين على قهر اعاقتهم وحصد النجاحات والبطولات في كافه المجالات وتحدي مصاعب الحياه. سلمى رح نحكي عن موضوع كتير مهم، قديش الصعوبات اليوم والعوائق بتخلي عنا أو بتولد حالة من القلق والتوتر، فكيف إذا كنا عم نمر بهي الظروف الصعبة فبيصير هيدا التوتر والقلق مضاعف، وخصوصا عند الشباب اليوم لأنه هن أكثر الناس معنيين بالمستقبل. صحيح نور، وهي الصعوبات للأسف كتير ناس بتغفل عن أنه تكمل هذا السؤال اللي بمخها، أنه أنا شو بدي ساوي، بس ما بتفكر
كيف فيني استثمر هذا الوضع او شو الشيء الايجابي اللي ممكن ادور عنه؟ شو لازم يكون هدفي؟ كثير اسئله لازم تكون جزئين ما تكون جزء واحد، اللي هو دائما الجزء المجهول او المستقبل المجهول اللي بيكون قدام كثير، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه صارت لسه الامور اصعب والتفكير دائما فيه قلق اكثر عند الشباب يمكن بالذات المقبلين. لهيك اليوم رح نحكي شويه نصائح ليست بعيده عن الواقع لا بصلب الواقع، كيف فيني لاقي شيء ايجابي ضمن اي ازمه انا موجوده فيها، حتى ضمن هي الاسئله اللي بتخطر ببالنا. هي الاسئله رح يجيبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الاستاذ سليمان سلوم اختصاصي بعلم النفس التربوي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح سوريا الجميل والايجابي طبعا ان شاء الله يا رب. خلينا بالبدايه دكتور نحكي معك عن القلق من المستقبل، هذا قلق حاله عامه عند الكل، كيف فينا نتعامل معه خصوصا بالظروف اللي عم نعيشها؟ يعني قبل يمكن كانت الحياه اسهل، اليوم مع مرور الوقت مع ظروف الازمه والحرب والحياه المعيشيه والاقتصاديه ما فيني جمل الامور وقول الموضوع سهل أكيد. اجمالا لا صعب كثير مع الناس اللي استنزفت طاقتها اليوم. هلا فينا نعرف نحن القلق بالنسبه للمستقبل هو عباره عن تصورات يبنيها الانسان او الفرد عن شيء لم يحدث بعد. صحيح. فنحن عندما نكبر نعظم او هذه التصورات او نكبرها شو كثير فبصير عندنا نبني عليها مخاوف، هل اقوم بهذا الفعل او العمل فافشل ام دائما هو بيعطي الطاقه السلبيه بالنسبه للمخاوف، هو مخاوف وليست خوف القلق بالنسبه للمستقبل. نحن بالنسبه للظروف مرتبطه كثير شغلات بالقلق وخصوصا بالظروف اللي بنعيشها نحن بمجتمعنا بجيل الشباب اللي ان كانوا طلاب جامعه او ان كانوا في شريحه العمل انه ماذا ينتظرنا في الغد. هلا اذا بدنا نحكي ماذا ينتظرنا في الغد وان نضعه انه في طاقه سلبيه لهذا الغد القادم فنكون وضعنا كثير من الاعاقات لتفكيرنا زودنا المعوقات الموجوده اصلا. فهلا نحن نبدا من ننطلق من كل شخص ينطلق من ذاته من تمكن من علمه من مهاراته من اي شيء حسب الاتجاه المهني او العلمي او الدراسي ينطلق منه باتجاه التمكن وغدا ويعيش يومي اليوم يعيش اليوم ويدع الغد ياتي بما يحمله من شيء جميل. طبعا ينتظر الشيء الجميل قبل ما ينتظر الشيء القبيح. دائما الانسان عنده حل قدره على حل المشكلات، يعني دش انسان وعنده عقل ويفكر وعنده خبرات تراكمية. يوم أمس كان هو لاكتساب الخبرة، اليوم عم نكتسب عم نضاعف هذه الخبرات لكي نحل مشاكل الغد. فلماذا ندخل في مجموعة من المخاوف أو متاهات القلق؟ هلا يتبع حالة القلق عند الأفراد حسب بنية الشخصية لألون أو بنية الأسرة أو في عوامل شخصية في عوامل اجتماعية في عوامل اقتصادية في عوامل حتى صحية يعني بتؤثر في درجات هذه المخاوف أو هذا القلق. طيب أستاذ سليمان كمان خلينا ناخذ فكرة كتير مهمة بهذا الوقت، حضرتك حكيت أنه القلق ممكن يكون جزء له علاقة بشخصية الإنسان جزء له علاقة بالمحيط، لكن اليوم في نوع من أنواع القلق اللي هو المنتج اللي أنا بخليني أفكر لا أشتغل، وفي قلق سلبي. هلا القلق بشكل عام حسب درجات القلق هو درجات، إذا كان في قلق منتج إيجابي هو تحفيزي كي يضاعف النجاح. انا مثلا اريد ان عندنا مثلا بالنسبه للطلبه عندنا مثلا الخوف من الامتحان، وهذا يساعد انا بخاف من الامتحان مثلا ارسب بموادي او شيء، فهذا يساعد انه لازم انا ادرس اكثر حصل اكثر مشان تطلع نتيجتي ايجابيه، فهو بياخذ الطابع الايجابي. اما اذا انا بدي خاف من الامتحان درجات درجه متقدمه من المخاوف فهذا بيخليني انه حتى على امتحان ما اروح اقدم الامتحان فبيبلش الفشل هون. فهون بتساعد عوامل الاسره عوامل حتى خبراتنا التراكميه تجاربنا الشخصيه من تجاربنا اغلب تجاربنا هي عباره عن فشل ونجاح. هل استفدنا من عوامل الفشل؟
كي نقوم بالنجاح الآخر بتجربة ثانية تكون ناجحة أم لا. هون نستفيد من القلق. القلق ليس سلبي بشكل كامل، مع أن ما إذا بالغنا فيه يصبح سلبي ويصبح له يعني نتائج سلبية، إن كانت حتى صحية يؤثر على صحة الإنسان النفسية وحتى الجسدية. طيب هذا الحكي كل اللي عم يتابعنا اليوم بيقول حكي كتير حلو وكتير جميل، بس أنا كيف فيني طبقه على أرض الواقع؟ خلينا نحكي عن بعض القواعد الصحية النفسية خصوصا للشباب. يعني أنا إذا ببلش بهي القواعد مبدئيا فيني أنا أمشي على الطريق الصحيح، ما وصل لمرحلة القلق والتوتر والخوف من بكرة. هلا بعلم النفس عنا أو بالصحة النفسية أو كل المراجع أو كل شو اسمه بيقولوا كل إنسان هو معالج نفسي حسب باستفادته من طاقاته. كل إنسان عنده طاقات كاملة هائلة، إن كان عقلية أو إن كان جسدية أو إن كان مجتمعية، إذا استغليناها أو استغل هذا الشخص لصالح ماذا نريد أن نحقق في المستقبل، فيعالج نفسه ويضع عندما نضع الخطط نمكن نفسنا من أي شيء نريد أن نقوم به معرفيا مهاريا، ننطلق بالتنظيم الصح لأي عمل نريد أن نقوم به في الغد طبعا أو في اليوم أو في بعد ساعة، بالتنظيم الوقت تنظيم الفكر، ننسى ماذا هل ننجح أم نفشل، وأن نقوم وما علينا سوى أن نقوم بهذا العمل نحقق. هل إذا فشلنا نستفيد من هذا الفشل في التجربة اللاحقة، إذا لم نفشل نكون حققنا نجاح وإنجاز على الصعيد الشخصي ويحقق لنا من نوع من الراحة. غدا دائما ونرفع شعار غدا هو أفضل من اليوم أكيد. نعم. كمان اليوم أستاذ سليمان كثير أوقات بنسأل نفسنا الشباب كيف فينا نعطيهم بعض الأساليب والخطوات لحتى يكون تفكيرهم بالمستقبل تفكير إيجابي، يدعم شوي أفكارهم ما يروحوا نحو الأحباط قبل ما يبلشوا بأي شيء. يمكن حضرتك قلت تنظيم الوقت، اختيار الأهداف ممكن يعتبروا من أحد هاي الوسائل، شو الوسائل الأخرى؟ مثل ما أنه تمكن من المعارف المهارات. هلا ما فينا نقول حتى بكل المهن أو بكل حتى بمهنة الإعلام، مهنة التدريس، مهنة إذا كان إنسان واحد ما لم يتمكن بعمله فهو فاشل، فهو يخاف أن يذهب إلى هذا العمل فينكفئ ينسحب إلى وين بيرجع بيقعد ببيته، إنه أنا إذا رحت رح أفشل رح يحكوا علي أو يأخذ طاقات سلبية. يعني لا، أن أقوم بهذا العمل، نفذ، نفشل أول مرة أن يكرر، يستفيد من حالات الفشل، لا يحط على لأنه مرتبط القلق المستقبل دائما نعول عليه بالفشل يؤدي إلى تشاؤم، يؤدي إلى انكفاء، يؤدي إلى توتر، يؤدي هذه كلها عوامل تؤدي إلى إضعاف في التركيز الإنسان للقيام بهذا العمل. مش هذول بيتجمعوا هذه العوامل، هذه بتؤدي إلى زيادة جرأة أو نسبة تريجة هذه المخاوف وهذا القلق. ندخل في حالة من الانسحابية أو الانكفاء أو النوع من الكبت أو نوع من عدم الحيلة على الإنسان، بما أنه عنده هذا العقل ما يشغل هذا التفكير أو هذا العقل أو هذه المهارات التي اكتسبناها من تجاربنا السابقة أو من دراستنا أو من معارفنا أو من خبراتنا المهنية، فمنوظفها لصالح الغد. ليس في شيء، لا يوجد في شيء مستحيل بقانون الإيجابية، مو علم النفس الإيجابي، بقانون الإيجابية أو العمل، هو لا يوجد في شيء مستحيل عندما يوظف الإنسان طاقته بشكل منظم ومتمكن. أكيد. بالختام بدنا نشكرك الدكتور سليمان سلوم على وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا لك، وإن شاء الله غدا أفضل إن شاء الله يا رب. شكرا لك. ونصيحة للشباب ولأن كلياتنا منه يقول في عنوان هو كتاب، يعني دع القلق وابدأ الحياة، ما في داعي للقلق. يعني أكيد نعيش حياتنا اليومي بشكل إيجابي. شكرا لك، يعطيك العافية. أما هلأ نور لحنروح لمحطتنا التالية. حققت الجمهورية العربية السورية المركز الأول بعدد من المستويات في مسابقة الحساب الذهني، وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. والتفاصيل مع مراسلنا بحلب وليد هنا.
بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، حققت الجمهورية العربية السورية المركز الأول بعدد من المستويات في مسابقة الحساب الذهني. دول الأطفال نتاج عن 160 طفل كانوا بالمسابقة الأولى. هدول الأطفال كانوا أبطال ومركز أول لمستويات الحساب الذهني اللي هن من الزيرو للسفن، بتضمن الجمع والطرح الضرب القسمي. أطفالنا اليوم عم ينافسوا أطفال بعدد كبير من دول العالم ليحصلوا على لقب البطل أو لقب المركز الأول. شارك في التصفيات نحو 65 طفلا عبر برنامج الحساب الذهني، بعد أن تم تحضيرهم وتدريبهم على تقنية المعداد اليدوي أباكوس، ثم الانتقال إلى مرحلة الخيال في الحساب الذهني. نشتغل على الدماغ الأيمن والأيسر للطفل عن طريق آلة السوروبان المعداد، المعداد الياباني، بيقوي الذكاء للطفل، الذاكرة، بصير عنده سرعة بالحفظ، بتذكر يعني بسرعة، كثير شغلات بتنمي بعقله بيستفيد منها في المستقبل. برنامج الحساب الذهني RHMAS المعتمد لدى مؤسسة المميزون قدم كامل الدعم للطلاب المشاركين، إضافة لتنمية المهارات التحليلية لهم عبر الاعتماد على الذاكرة الرقمية. علمت من الحساب الذهني أنه هو بنشط الذاكرة وكتير يعني بفيدنا بعمليات الحسابية. وعدوا أنه كل الأصدقاء أنه يتدربوا بالحساب الذهني ويجتهدوا مشان يجيبوا يرفعوا رأس سوريا ويجيبوا أقوى المراكز. الحساب الذهني كتير مفيد، كتير أنا بحب الحساب الذهني، عشان هيك شاركت بالمسابقة لحتى أورجي العالم أنه الحساب الذهني مفيد. أنا جاي أشارك بالمسابقة ومعتبرة حالي جاي أفوز بس. نحن هون لنتسابق ونورجي مع دول أجنبية وعربية لحتى نثبت أنه نحن رح نتأبطال. الحساب الذهني فيه أنه تكون مركز على الشغلة، ما تشتت انتباهك. يبقى الهدف واحدا، هنا سوريا، وها هم أطفالها يرسمون لوحات مشرفة عبر رفع علمهم بعلمهم. تكمن أهمية الحساب الذهني في تحسين مهارات الطفل الفكرية واكتساب الخبرات العلمية. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. أما هلأ سلمى بننتقل لآخر محطات رحلتنا الصباحية لليوم. ضمن فقرتنا الصباحية الختامية رح نتعرف على أفكار وأنشطة وحلول ابتكارية لدعم التعليم والصحة استطاعت من خلالهم مؤسسة التعاون السوري الروسي أن تترجم أهدافها على أرض الواقع وتكون فعالة في الأرض. طبعا هالشي رح نتعرف عليه اليوم ونحكي عن سلسلة من الفعاليات التشاركية بقطاعي الصحة والتعليم اللي قاموا فيها طبعا ضمن مؤسسة التعاون السوري الروسي. مع ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو، خلينا نرحب سوا بالدكتور فادي عيساني رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري الروسي، والأستاذة لميس عدرا وهي عضو مجلس الأمناء ومديرة التعليم والتمكين. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بكم. يسعد صباح. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي عن مؤسسة التعاون السوري الروسي، إيمت بلشت نشاطها الفعلي وإشهارها كمؤسسة؟ كثير من الناس يمكن ما بتعرف هي التفاصيل، فخلينا نعطيها بطاقة تعريفية بالبداية. تمام. مؤسسة التعاون السوري الروسي أشهرت بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكورين طبعا بتاريخ 9/3/2022، وبعدها بلشنا نشاطاتنا بقطاعين الصحة والتعليم والتمكين. أستاذة لميس، خلينا نحكي أكثر عن أبرز المجالات اللي دخلتوا فيها ضمن الهدفين اللي حكى عنهم الدكتور فادي، اللي هو الصحة والتعليم. فشو أبرز المجالات اللي بلشتوا فيها فعاليات؟ هلأ من أبرز المجالات اللي موجودة بالقطاعين هي مجالات لها علاقة بالتوعية، مجالات توعوية سواء بالقطاع الصحي كأطباء أو بالقطاع الصيدلي كمجالات تقديم خدمات دوائية أو بقطاع التعليم. فعنا موضوع التوعية، عنا موضوع التمكين كمان بمختلف مجالاته، تمكين كوادر، تمكين مجتمع بناء على احتياجات الوضع الراهن. فهذول أهم شيء. المؤسسة بتركز على شيء كتير مهم اليوم، هو
قطاعين أساسيين، صحيح. قطاع التعليم وقطاع الصحة، ولما نحكي عن هدول القطاعين هن أهم القطاعين اللي في نهوض المجتمعات، صحيح. اليوم خلينا نبلش نحكي عن القطاع الصحي، نعطي فكرة كيف بيشتغل، على أي أساس، كيف تكون موجودين بالقطاع الصحي على أرض الواقع. تمام، نحن طبعا بالتعاون مع الجانب الروسي عم نقوم بفعاليات طبية من تقديم أدوية وتقسيم عمل إلى فرق الطب البشري، فرق طب الأسنان، عيادات متنقلة لطب الأسنان أو الطب البشري، والوصول إلى المناطق النائية اللي ما عم تصلها اليوم بظل ارتفاع المعاينات والأجور مثل ما بنعرف، ما عم تصلها الخدمة الصحية الدقيقة على الأرض. فعم نقوم بفعاليات طبية توعوية عم تكون نستهدف مناطق صعب الوصول إليها بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية والمحافظات. كنا بعدة محافظات، حاليا اليوم على الحمد لله على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. كمان بالجانب التعليمي خلينا نحكي، حضرتك قلتي في عندكم شيء له علاقة بالتوعية، في شيء له علاقة بالتمكين، فشو أبرز النشاطات اللي موجودة ضمن هذا القطاع؟ هلا قطاع التعليم مقسم إلى عدة أقسام. القسم الأساسي هو قسم التربية الخاصة، قسم اللي بيقدم خدمات تأهيل أو خدمات علاجية تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اختصاصيين عم يقدموا جلسات، يعني مثلا لاضطرابات اللغة والكلام، علاج أو جلسات علاجية للتوحد، برامج علاجية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمختلف داون سندروم داون يعني حسب الشدة، كمان خفيف أو متوسط. فهيدي بتكون عبارة عن جلسات ضمن مركز كفاءات اللي تابع لمؤسسة التعاون السوري الروسي، عم يكون فيها تقديم هيدي الخدمات العلاجية، بالإضافة لمثل ما حكينا الأمور التوعوية، يعني دائما في نشاطات وفعاليات على الأرض توعوية بهيدي المجالات. أيضا بمجال التمكين، سواء كان تمكين للكوادر الاختصاصية اللي حابين يصقلوا مهاراتهم بجوانب معينة لمتابعة هيك حالات، أو للأسر كمان بيكون في أيضا برامج توعوية للأسر كيف يعرفوا يتعاملوا مع هذه الحالات. أيضا في قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي اللي بيقدم خدمات إرشادية للأفراد، سواء كانت جلسات فردية أو جلسات جماعية. على سبيل المثال مثلا جلسات جماعية لأسر ذوي الشهداء، أسر ذوي الاحتياجات الخاصة عفوا. بالإضافة لقسم الطفولة المبكرة، أيضا الفئة المستهدفة له هي فئة الأمهات أو أولياء الأمور. كمان يعني المغزى من هيدا القسم أو الهدف من هيدا القسم أنه يعرفوا طبيعة هيدي المرحلة اللي عم يمرقوا فيها الأبناء، وطبيعة يعني الطرق الإيجابية للتعامل مع هيدي الحالات. أيضا في مجمع مهارات التعليم اللي بيتضمن يعني تنوع شامل بمختلف مجالات التعلم، سواء تعليم لغات أو مثلا تعليم شطرنج مثلا، أو مثلا تعليم له علاقة بالخط بالرسم، بمهارات مختلفة. دكتور فادي، حكيت يمكن ببداية حديثك أنه أنتم كنتوا فعليا موجودين ببعض المحافظات، وهلأ موجودين فينا نقول على كافة المساحة الجغرافية بما يخص القطاع الصحي. خلينا نحكي، نحن عم نبدأ عام 2022 نستقبل عام 2023، أكيد المؤسسة في إلى برنامج بتحطه، نشاطات وفعاليات وبعض الأهداف، عاملين برنامج مع بداية العام الجديد، حابين في هدف معين مركزين عليه مع بداية العام الجديد أنه لازم نشتغل عليه ونحققه. تمام، نحن بداية انطلقنا بصراحة بالندوات العلمية ليوم واحد. كانت ندوات كتير مثمرة، عملنا ندوات عن السرطان، عن الكورونا، عن أيضا مخاطر تجميل الوجه، بندوات بوجود أساتذة كبار مختصين بهذا القطاع. كانت ندوات توعوية كتير كبيرة. انتقلنا حاليا إلى مشروعين رئيسيين بصراحة، هنن المؤتمر الطبي السوري الروسي الأول لطب الأسنان، بالإضافة للمؤتمر التربوي الأول للإعاقة، لذوي الإعاقة. هيكونوا إن شاء الله بشهر 3 وشهر 4 السنة القادمة. نعم، كمان خلينا نحكي أستاذة لميس، اليوم عندكم برنامج عم تشتغلوا عليه ضمن تبادل أكاديمي، هل هو فقط تعليمي أم أنه ممكن يكون أيضا في له خبرات أخرى، وشو الخبرات اللي ممكن يكتسبوها؟
طبعا الخبرات اللي ممكن يكتسبوها هن ضمن خبرات الموجوده بالقطاعين الاساسيين اللي هن القطاع الطبي او الصيدلي او قطاع التعليم بكافه مجالاته بكافه جوانبه. التبادل الاكاديمي عم يكون مو فقط تعليمي، ممكن يكون خبرات معينه على مدار مثلا شهر او شهرين او ثلاثه سواء الاطباء او للكوادر التربويه لتمكينهم وتمكين خبراتهم لتبادل هيدي الخبرات بين الجانبين. طب خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمه، شو محضرين بالايام المقبله لهي المشاريع؟ هلا ضمن يعني حتى احكي ضمن قطاع التعليم في أكثر من فكرة حالياً عم نشتغل عليها وعم نأسس هيك خطوات معينة بقطاع التعليم إلى علاقة بإنشاء أو إحداث رياض أطفال نموذجية تقدم فيها خدمات أيضاً، يعني سواء لذوي الاحتياجات الخاصة تكون رياض دامجة مع الأطفال العاديين. الجوانب الإرشادية أيضاً في فعاليات معينة لتمكين كوادر الإرشاد النفسي والاجتماعي، بالإضافة للمؤتمر اللي تفضل فيه الدكتور فادي حول مجال الإعاقة. أيضا في مشروع حاليا عم يتم العمل عليه هو المجلة الإلكترونية اللي عبارة عن أبحاث بكافة المجالات سواء طبية أو سواء تربوية تخدم يعني المجتمع بتوصيات معينة بمقترحات معينة بإيجاد حلول معينة لهذه القضايا. دكتور فادي خلينا نحكي اليوم كان لكم كمان مشاركات من خلال بعض الأجهزة الطبية اللي دخلت المشافي، نحكي شوي عن هذا الموضوع ويمكن الكل يلي عم بيتابعنا اليوم، هل أنتم تعنون فقط بالشأن الأكاديمي يعني اليوم فقط الطلاب أو الأطباء اللي هن ضمن الكليات بما أنه شايفة أكثر شيء الحديث عن الأكاديمي والتعليمي أم لا؟ كل القطاعات الصحية ممكن تشمل هذه المبادرة. نحن لما بنحكي صحة فهي صحة الفرد بجميع الجوانب بصراحة. نحن تم تأهيل عدة مشافي بعدة مستلزمات طبية وأجهزة طبية معينة، كان مشكورين الجانب الروسي بإحضارها عن طريق المؤسسة طبعا تم تقديمها. في خطة معينة لموضوع ترميم المدارس بالسنة القادمة بالتشاركية طبعا مع وزارة التربية مشكورة باتفاقية تعاون مشترك لتأهيل عدة مدارس تماما في محافظات القطر العربي السوري، بالإضافة لتقديم أجهزة طبية حديثة تدخل المشافي التي بحاجة صراحة لتأهيلها من جديد بعد الحرب اللي شفناها. فنحن أيضا من موضوع التمكين هو تمكين المرحلة السريرية ما قبل البدء النزول إلى العمل، يعني فينا نقول مثلا مرحلة الصيدلي أو طب الأسنان أو الطب البشري، لا تمكين الفئات اللي هي بالسنة ما قبل التخرج، الفئات السريرية المرحلة السريرية اللي فينا نحكي السنة الرابعة والخامسة طبعا السنوات الأخيرة، تمكينهم لمواجهة النزول إلى الشارع بعد التخرج. يعني نحن منمكنهم حتى ينزلوا على عياداتهم فورا ببرامج توعوية ومؤتمرات تماما تهيئ لحتى يكونوا فعالين على أرض الواقع. أيضا بالموضوع الندوات ومشاركتهم بندوات بخبرات كبيرة وتبادل كبير أكاديمي بين الجانبين عم يعطي خبرة كتير كبيرة للأطباء بالمجالات الصحية صحيح، خصوصا بالبحث العلمي والطبي تمام. أكيد بيلعب دور. فهي هي المشاريع القادمة للمؤسسة إن شاء الله. نحن بشكل دوري بنحط خطة 6 أشهر من نفذها ومن ثم 6 أشهر المتبقية، يعني نحن عم نعمل خطة، أول حطينا خطة خماسية 5 سنوات ولكن عم ننفذ خطة 6 شهور ف6 شهور مقبلة. أكيد يعطيكم العافية، جهود كبيرة عم تقوموا فيها. وذكرت جزئية ما فيني إلا ما أرجع لك إلى دكتورة، خلينا نحكي جزئية ترميم اليوم وتأهيل المدارس، خلينا نحكي عن هي الجزئية وقديش مهمة التشاركية، يعني وزارة التربية مشكورة عم تقوم بهذا الدور بالتشاركية مع عدد من القطاعات لأنه نحن بنعرف قديش استهدف هذا القطاع التعليمي خلال سنوات الحرب.
طبعا هو يعني جزئيه كثير مهمه كونه يعني هيدي المدارس تضررت بسبب الظروف الحرب اللي صارت، فكان كثير ضروري وجود تشاركيه بين المؤسسات الحكوميه والجمعيات او المؤسسات الغير حكوميه حتى يعني ليكون في تقديم قدر الامكان، تقديم هيدي الامكانيات لتتاهل هيدي المدارس وتترمم ويكون في عوده لها ولفعاليتها على ارض الواقع. صحيح. بالختام بدنا نتشكركم، شكر وجودكم، ونتمنى اكيد دائما هي النشاطات تضل قائمه ويتم الاستفاده منها باكبر شكل ممكن. شكرا لكم. شكرا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه، واكيد تحيه لكل المشاركين معكم، جهود كبيره عم تقوموا فيها على ارض الواقع. شكرا كثير لكم. لهون سلمى بكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه باهم محطات رحلاتنا الصباحيه خلال هالاسبوع. نتمنى مع بداية الرحلة نفس الأمنيات بختام رحلتنا، أمنياتنا جميعا أنه النهار يحملكم الخير وراحة البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس يا رب. أكيد نور، وكيد بنتمنى وبندعي كل السوريين أنه نحن نجتمع سوا مع بعض، إيد واحدة مع بعض، لأنه ما في غيرنا رح يساعدنا، أكيد ما حدا رح يمدلنا إيد العون من برا لحتى يساعدنا إذا ما كنا نحن رح يمين على بعض وبنحب بعض وبدنا نساعد بعض. في كتير وسائل بنقدر هلأ نخفف فيها، مثل المبادرات اللي عم نسمع عنها، وصلني خدني على طريقك، أي حدا بيقدر هو نازل ممكن ياخد معه جاره، ممكن ياخد معه أي حدا لحتى نخفف هاي الأزمة، وإن شاء الله يا رب الفرج على بلدنا دائما. ضلوا بألف خير، باي باي. باي باي.